ضع البصل في هذه المنطقة من جسمك في رمضان كل ليلة قبل النوم والنتيجة ستفاجئك ولكن قبل ان نبدأ اذا كنت مسلم ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو واذا كنت تناولت البصل ولو لمرة في حياتك اضغط لايك وفعل زر الجرس لنعرف عدد الاشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد قد يكون للعديد من الاطعمه تاثيرات خارقه ولكن خصائص البصل المكتشفه حديثا تجعله مميزا ومختلف تماما لن نبالغ لو قلنا انه خزانه دواء لوحده الان ضع تحيزاتك جانبا واستعد لاسرار جديده لا تعرفها عن البصل لا يوجد تعب لا يمكنك التغلب عليه مع سله من البصل كيف اليك طرق باستخدام البصل للبقاء على قيد الحياه لا مزيد من الطنين والام الاذن الاذن هي عضو مميز في الجسم فهو يوفر كل توازن لدينا تقريبا لذا ستكون مشكلة كبيرة ان حدث له اي ضرر فينتج عن الضرر طنين ورنين والام في الاذن في مثل هذه الحالة من الضروري قطع قلب البصل الى نصفين ووضعه بالاذنين مثل السدادة وفي غضون ساعات قليلة سوف تحصل على نتيجة رائعة وتتخلص من كل الالام ثانيا نهاية السعال هل تعاني من سعال لا يتوقف فالشراب الذي اشتريته من الصيدلية لا يؤتي بنتيجة كل ما تحتاجه هو عصير البصل، نعم ربما سوف تتأثر رائحة نفسك لتصبح كريهة ولكن باستطاعتك ازالة تلك الرائحة باستخدام معجون الاسنان فسيقوم عصير البصل بإزالة السعال بسرعة كبيرة من جسمك. ثالثا الحرارة المرتفعة التي لا تنخفض هل تعاني من حرارة مرتفعة لا تنخفض؟ هل تقاوم علاجها الشديد؟ كل ما عليك فعله اخماد تلك الحرارة بالبصل لا تخف فإن البصل سيقوم بنتيجة فعالة للغاية ولأن أن شرائح البصل التي سوف تضعها في جواربك تلامس باطن قدمك وستعالج الحمى بأعجوبة كبيرة. رابعاً انسى نزلات البرد هل تعاني من نزلات برد لا تزول؟ حان الوقت لعلاجها بالبصل اسلق بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح في الشاي وتناول حلقات البصل المملحة بجانبها ثم استلقي قليلا فتشعر بتحسن بالتأكيد عندما تستيقظ. خامساً الدعم النفسي الناس دائما بحاجة إلى البكاء فهو أمر لا بد منه لكلا من صحة العين والتراكمات العاطفية حتى أنك تندهش لبكائك في أوقات غير مناسبة من كل هذه التراكمات وعندما تقطع البصل يجعلك تبكي كما لو أن شيئا سيئا حدث لك هذا مريح جدا لتفريغ الشحنة السالبة نحن لا نمزح إنها الطريقة الأمثل لتفريغ ما بداخلك ، سادسا ضع البصل على الجلد بعض النباتات تعالج الإصابات في جسم الإنسان بسرعة كبيرة ومن بين هذه النباتات هي نبتة الألوفيرا أو ما يسمى بالصبار الحقيقي هو واحد من اكثر النباتات فعالية في هذا الامر الا انه لا يمكن توافره في كل منزل او سوق كما انه ليس نباتا رخيصا على الاطلاق ولكن بديل هذا النبات قد يكون بالفعل في منزلك القشره الداخليه للبصل لها نفس خصائص الالوفيرا في حاله الاصابه قم بازاله هذه القشره وضعها على مكان الاصابه وشاهد المعجزه بنفسك سابعا البصل عند التدخلات الجراحيه من المثير للاهتمام ان البصل علاجا بديلا رائعا ليس فقط للإصابات اليومية ولكن أيضا للإصابة الأكثر خطورة وحتى المساعدة في زوال الندبات المتوقية بعد العمليات الجراحية البصل له تأثير كالسحر في هذا الأمر ثامنا البصل ضد العدوى إذا أصبت بجرح في جسمك وكنت بحاجة إلى شيء لإنقاذك قبل الوصول إلى المشفى قد يكون البصل دواء مع بعض الدعم قم بصب حليب مغلي فوق شريحة من الخبز وقم ببشر البصل في الأعلى وضع الخليط فوق مكان الجرح واتركه لمده ساعتين تقريبا وبعد ساعتين قد تكون بذلك قد حميت الجرح من العدوى بهذا الخليط. تاسعا البصل وحروق الشمس هناك علاجات لحروق الشمس كثيره ومن بينها استخدام الزبادي ولكن لم نعلم ان العلاج الرئيسي هو البصل ضع شرائح البصل على الحروق وتاكد من ان الحرق يمتص ماء البصل علاوه على ذلك يمكنك وضع البيض ايضا على الحرق بعد البصل للتاكد من العلاج التام. عاشرا البصل ولسعات النحل والبعوض يصف العديد من طرق العلاج الغريبه عندما تلدغك نحله ولكن العلاج الرئيسي هو البصل مره اخرى البصل طريقه فعاله للغايه ليس فقط للنحل ولكن ايضا للسعات البعوض لا لن تدهن البصل كالسابقه فعليك فقط قطع البصل في اطراف المنزل اليمنى واليسرى في ايام الصيف لا يقترب النحل والبعوض من الاماكن التي يوجد بها البصل وسوف تكون بذلك حميت نفسك من لدغات النحل والبعوض قبل حدوثها 11 البصل غذاء غني يحتوي البصل على سعرات حرارية منخفضة وقيمة غذائية عالية فيه الكثير من الفيتامينات والكثير من المعادن وخصائص مضادة للأكسدة ويحتوي وعاء صغير من البصل على 46 سعر حراري و15 جرام من الكربوهيدرات و3 جرامات من الألياف و7 جرامات من السكر و2 جرام من البروتين كما أنه له تأثير بنسبة 10% في تلبية احتياجاتك اليومية في فيتامين جيم و فيتامين بي 6 والمغنيسيوم ويحتوي ايضا البصل المجفف على كمية صغيرة من الكالسيوم والحديد وحمض الفوليك والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم. 12 عائلة الثوم لها تأثير مضاد للسرطان جميع النباتات من عائلة الثوم هي العدو الرئيسي للسرطان فيجب استهلاكه للأغراض العلاجية والوقائية خاصة في أنواع سرطان المعدة والأمعاء وذلك بفضل الآلية المثالية للبصل الجاف فإنه يمنع اتصال الخلايا السرطانية الضعيفة بالخلايا الجديدة ويمنع نمو الاورام وتحولها، يساعد البصل ايضا فيتامين ج على دخول الجسم بخاصية قوية مضادة للاكسدة، من المعروف ان فيتامين ج فعال في ازالة الاسباب المسببة للسرطان، كما يساعد على تقوية جهاز المناعة. 13 تقوية المناعة يحتوي البصل على العديد من عوامل الشفاء العشبية، وهذه العوامل لها تأثير ايجابي على الجهاز المناعي، تشمل هذه الآثار الاستخدام الأكثر فعالية لفيتامين ج في الجسم يزيد جهاز المناعة القوية على قدرة الجسم من مكافحة الأمراض والعدوى ويسرع من عملية الشفاء. 14- إنه جيد لصحة القلب يزيد البصل من نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم خاصة عند تناوله نيء هذا ينظم مستوى الكوليسترول ويضمن بقاء ضغط الدم عند المستويات المطلوبة. كل هذه الأشياء تساعد على منع أمراض القلب من خلال تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. عشر مضاد قوي للأكسدة مثل جميع الخضروات والفواكه تقريبا يعد البصل ماده مغذيه ومضاده للاكسده تساعد المواد المضاده للاكسده في البصل جهاز المناعه لمقاومه الاجهاد وتلف الخلايا كما اكتشفت الدراسات ان لاولئك الذين يستهلكون البصل يوميا لديهم خطرا اقل للاصابه بقرحه المعده والاورام وغيرها من اضطرابات المعده 16 هشاشه العظام وصحه الانسجه يساعد الكالسيوم في البصل على تقويه العظام بالاضافه الى ذلك يوفر الكبريت الذي يحتوي عليه روابط نسيج قوي وصحي يعرف تكوين الكالسيوم والكبريت بخصائص ويمنع هشاشه العظام لدى كبار السن ويقلل من الاثار السلبيه عند بدايه انقطاع الطمث 17 تنظيف الحلق تتولى العوامل المضاده للميكروبات الموجوده في قشر البصل مهمه ازاله الالتهاب الذي يحدث في الحلق اذا كنت مستعده للمعالجه لتقشير البصل يمكنك القضاء على مشكله الجهاز التنفسي والحصول على صحه افضل يزيد البصل الانتباه بشكل بشكل كغذاء فعال ومفيد لالتهابات الحلق والتي تحدث في أيام الشتاء 18 يحمي صحة الفم والأسنان قشر البصل الذي له تأثير مضاد حيوي ويظهر أيضا خصائص مضادة للأكسدة كما أنه فعال في العناية بالأسنان واللثة يمكنك منع الكدمات والقضاء على البكتيريا في الفم وبالتالي سيكون لديك ابتسامة أقوى وهيكل صحي للأسنان 19 معالجة الوزن قشر البصل له تأثير عمل الأمعاء لذا تقوم قشرة البصل بمنع التورم في اليدين والقدمين والحصول على جسم صحيح معافى حان الوقت للاستفادة من قشرة البصل 20 منظم للنوم اذا كنت تواجه صعوبة في النوم مؤخرا فلنشرح لك طريقة سوف تجعلك تنام على الفور بفضل العلاج المعد باستخدام قشر البصل ستحصل على هدوء اعصاب وراحة في وقت قصير يمكنك تجربة قشر البصل في تنظيم النوم فعند تجربته سوف تتمكن بعدها من النوم بسهولة كبيرة 21 تنظيف الكلى قد تحتاج الى قشر البصل لكي تعمل الكليتان بشكل افضل فهو يقوم بازاله جميع النفايات التي تضر بالجسم ليجعلك تتمتع بجسم صحي وسليم لذا اذا خفت ان تتشكل حصوات الكلى عليك باستهلاك قشر البصل بانتظام وهذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهده والى اللقاء